ذهبت إلى المقوات رأيت مقوتا لديه قليل من القط ما يكفي الفم. ذهبت إليه وقلت أريد بلعة فلم يلتفت نحوي ولم يتكلم. وكررتها 99 مرة حتى نشف حلقي وريقي والفم. فقال أجيبك دافئ يا ذا الفتى؟ فقلت معي 2000 ريال أتكفيني. أريد أخزن حتى يضيء لنا الصباح وأرتاح من ذا كالعدو البازل. فقال ألا تعلم بأننا في الشتاء؟ فقلت بلى ارأت بحالي وارحمي. فقال انقلع من قبال وجهي يا فتى من قبل أن أرخي يدي وأرطمي.